بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. من أعظم النعم التي أكرم الله عز وجل بها بني الإنسان هي بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمة هذه النعم وأكملها وأتمها وأوفرها وأعمها هي نعمة بعثة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإننا نحاول أن نتحدث بإيجاز بإشارات حول هذه النعمة. ندرك هذه النعمة حينما نقارن مثلا بين وضعية المجتمع الإنساني قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعية المجتمع الإنساني بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان الإنسان وكيف صار الإنسان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمام تطاول الزمن واندراس الهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تلك الفترة الطويلة التي فقد فيها الناس معالم النبوة الأولى، أخذ الإنسان يفقد إنسانيته، أخذ الإنسان يفقد كرامته، أخذ الإنسان تضيع منه حريته، أخذ الإنسان يستعبد الإنسان، وأخذ الإنسان يستقوي على الإنسان، وصار الوجود الإنساني ذاته مهددا بسبب ذلك الخروج عن الفطرة الإنسانية السليمة. لقد عبر سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بشكل وجيز ولكنه دقيق جدا لتلك الوضعية التي آل إليها ذلك المجتمع المصغر اللي هو المجتمع القرشي والمجتمع العربي، ولكنه لا يختلف عن بقية المجتمعات الأخرى. نعم، قد تختلف المظاهر ولكن الجوهر هو. قالوا كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، والله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، ليست الأصنام هي التي خلقت الإنسان. نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ويأكل القوي من الضعيف وإلى تلك الأشياء الكثيرة التي ذكرها سيدنا جعفر بن أبي طالب من تفاصيل الحياة الإنسانية والمجتمع في ذلك الوقت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الكلمة الجامعة هي ذلك الجهل، هو انتفاء العلم، هو انتفاء الحكمة، هو البعد عن المنطق، هو البعد عن الصواب، هذا هو القاسم المشترك بين كل تلك الأشياء. هذا وضع للمجتمع الإنساني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فما إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وجاءته الوحي وتشرف بالنبوة وأخذ يبلغ معالم الهدي الجديد، اهدنا الصراط المستقيم، حتى أخذت معالم الحياة تتحسن، وأخذ الإنسان يسترجع كرامته، وأخذ الإنسان يدرك قيمة حريته، وأخذ الإنسان يدرك قيمة كرامته، فلا يسمح لأحد بأن يهدرها أو يتعرض لا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتوحيد الله، أمرهم بالأخلاق، أمرهم بحسن الجوار، أمرهم بتحسين العلاقات الإنسانية وغير ذلك من الأشياء التي ارتقت بالوجود الإنساني. وفعلا نجد شخصا كبلال رضي الله عنه كان شخصا مستعبدا، ثم صار سيدا من الأسياد مع غيره. كان الناس لا يعرفون لعلم قيمة،
فصار الناس يتنافسون في العلم، صار الناس كان الناس يقتل بعضهم بعضا ويسيل بعضهم دم بعض، فصاروا يتضامنون وصاروا يتعاونون. كان ذلك المجتمع القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش على هامش التاريخ، فصار هو الذي يصنع التاريخ. ومن ثم فإننا ندرك هذه النعمة الكبرى بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن عرفنا بالله وعرفنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفنا بقيمة الحياة الطيبة وبهذه النعمة الكبرى التي نسأل الله عز وجل أن يحييها فينا وأن يكرمنا بها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.